الناس ديال اصوات على هذه المبادره اللي زرتنا في هذا المقر اللي درنا ديال الخيمه المخصصه لنقل مقابله المنتخب الوطني ضد النظير البرتغالي خلال نهائيات كاس العالم بقطر. هذه مبادره اللي خلاتنا نديروا هذا الشيء نظرا مقابلة إسبانيا. شنا واحد عدد كبير ديال النساء حجونا المقهى وبغاو يشاركوا معنا الفرجة ديال المنتخب الوطني. هي هذه اللي قلت انا علاش ما نفكروش ونديروا لهم واحد قاعة مزودة بتلفاز وتكون مجانية للجميع لمشاهدة. وكانت فكرة ممتازة الحمد لله ورحبوا بها الساكنة وعجبتهم وكانت هذا شرف لي كواحد من أصحاب المقاهي اللي ما استغليناش الفرصة باش نقولوا ديرها نرفعوا الثمن ولا شي حاجة. بالعكس حب الوطن خلانا احنا نزيدوا معدنا باش نبينوا بأن احنا ماشي هدف ديالنا وهو الربح. الهدف ديالنا خصنا احنا جنود المجندون وراء جلالة الملك ملي شنا خرج لمدينة الرباط في جو بارد وخرج شارك معنا الفرحة. هذا الشرف لنا باش ننظموا حتى حنا هذا العرس الكروي الكبير بحي المرجوات. بس كما نقول اللي بغى الله سبحانه وتعالى ضروري غادي يبغيوها الناس. هذه من الميزة ديال المواطن الحمد لله التعامل ديالنا والاقتراب ديالنا من الساكنة من المواطنين. نظرا كنمارس العمل السياسي ونتمنوا الله ما شي واحد اخر ما ياخذوش كعمل سياسي. هذا عمل انساني عمل ريادي عمل اللي غادي اللي يخلينا يتقرب للمواطن بزاف وعمل اللي خلينا يكون عندنا الروح الوطنيه نزرعها في هذا الجيل الصاعد ديال الاطفال. ملي كنشوفوا الاطفال حجوا هنا اذا خصنا نزرعوا واحد الروح وطنيه كبيره باش خصوصا كنعرفوا بان عندنا منتخب نسوي كان في المستوى. عندنا ابطال العالم الرياضيين النسائيين قدموا الكثير للرياضه الوطنيه. اذا خصنا باش نشجعوا على الرياضه الوطنيه النسويه ضروري خصنا تاعنا نزيدوا شي شويه المبادرات. انا جيت لهنا باش نشجع المنتخب المغربي ديالنا. هذه المبادره الطيبه اللي دار السي حسن اللي جازي بخير هو جمع الامه هادو وكلشي كيتفرج الحمد لله وكلشي كيشجع المنتخب المغربي. ان شاء الله هذه البلايص هذه ما كاينه حتى فشي بلاصه انه النساء بوحدهم والرجال بوحدهم كلشي كيتفرج وكلشي فرحان. انا جيت اليوم باش نشجع المنتخب الوطني وديما المغرب. كنشكر النخبه الوطنيه على هذا الاداء اللي داروا في هذا المستوى في هذا لاكوب ديمون. ان شاء الله عاد حنا ما نربحوش ناخذ لاكوب ديمون. وتنشكر حسن الشقار على 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 هذا الماتش اللي درنا وشكرا بزاف. سيدنا في عمر محمد السادس الله يجعل ربي يسهل عليهم الله يوفقهم يا ربي يا الحنين الله يجعل ربي يسهل عليهم. صاحب الجلاله محمد السادس الله يشافيه كنطلبوا له الشفاء العاجل كنتمناو لهم الربح من قلبنا فهمتني ديما يربحوا ديما جايبين العز للمغرب ديالهم. تحيه لحسن اللي داير مفرح هاد الامه هادي شو الوليدات فرحانين العيالات. الله يشافي ملكنا الله ينصره الله يخليه لنا والله يعزنا اللعابه ديالنا الله يحفظهم الله ينجيهم. وحنا كنتمناو لهم ان شاء الله التوفيق وكنتمناو لهم ان شاء الله النجاح ويهزوا الرياض المغرب الله يعزهم الله ينصرهم. وحنا ان شاء الله باذن الله لكاس العالم. سلام على انا والمغاربه كاملين جميعا وتنطلبوا من الله يعاوننا في الدور الاخره ان شاء الله نديو الكاس العالم هذا العام. فرحك مع العالم ديما مصاوي هذا مصاوي ديما مغربي حنايا فرحانين بداك البيت اللي مال كنصور اخويا شنو في الدار شو حنا فرحانين مع المغرب. كنشكروا المنتخب على هذا الربح اللي عطاونا الهدف الاول. نشجع المغرب الوطني في قلبنا باي سؤال لعبه
سينيك تحية لكم فحوم حنا ومرحبا بكم ونطلبوا الله الخبثاء ينقسم لنا الحمد لله دوزنا بسهلة اللهم ولك الحمد وديما مغرب عاش الملك ديما مغرب ديما مغرب معكم رشيد الصفصافي من مقاطعة زواغة مدينة فاس. كما كتلاحظوا الأجواء عندنا هنايا بحي المرجى مقاطعة زواغة أجواء يعني احتفالية، واحد المكان اللي خصصناه للنساء فقط والرجال بوحدهم والنساء بوحدهم. هذا الفوز هذا كنهديوه لصاحب الجلالة نصره الله وأيده، ومن هذا المنبر كنتمنوا له الشفاء العاجل. أيضا كنشكروا رجال الأمن بمقاطعة زواغة وبمدينة فاس بصفة عامة، العيون الصاهرة على هذا العرس الكروي. مبروك سيدي، مفرحنا ما قد لا فرحة، الله يستر سيدنا والله يستر المغاربة، ومبروك علينا النقراقي وليداته، الله ينصرهم الله ينصرهم الله يخليهم ديما مغرب يا النالي. أمركم على خير هي الأولى، الله يعاون هذا الدولة، الله يعمر لنا يغلبنا عليهم، الله يوعد البركة فيهم ووعد الله البركة في الصلاة على النبي، الله يسلك أموركم وأمورهم على خير، الله يرحم الوالدين، الله يسلك على خير. المنتخب ديالنا على هذا الأداء اللي قدم جيد صراحة، المنتخب لا تنسى لما كنتمنوا المزيد من العطاء العطاء، صحيح النقل الوطني. لا ينسى سيدنا، لا الشعب ديالو، لا ينسى هذا الشعب ديالو. ما غاديش نوصف هاد كيفاش دايره والله هاد الحب، هاد الحب هذا اللي كنحس به ما عرفتش كيفاش داير، ما عمري عشت هاد الشيء لاول مره، وكنتمنى ان شاء الله نوصلوا للفينال ان شاء الله، اللي يكون لاول مره في التاريخ ان شاء الله، وديما مغرب ان شاء الله، ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله، ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب. والله يعاونهم والله يوفقهم يا ربي، لما يعاونهم يا ربي يا ربي لما يعاونهم. حنايا كنا عارفين الوالد الركراكي من اجل المنتخب، المنتخب يطلع النيفه، برافو المغرب المنتخب فرحوا المغاربه، برافو الوالد الركراكي اشرف حكيمي وسفيان امرابط، سفيان امرابط كيلعب بالقلب، تحيه لسفيان امرابط، تحيه للمغاربه كامله وتحيه للمغرب. الحمد لله ربحوا الله يزيدهم. نحن فرحنا اليوم بحضور هذا المنتوج الذي قدمه لنا المنتخب الوطني، ونحن شعورنا لا يوصف هذا اليوم. ديما المغرب ديما المغرب، وكنشكروا والد الركراكي، والد الركراكي اللي قدم لنا هذا المنتوج هذا النهار وعطانا وصلنا للنصف النهائي. وديما المغرب انا بلا صوت الاطلس ديالنا، وحنايا فرحانين بزاف بزاف هذا الفوز هذا، وديما كنشجع المغرب والمغرب ديما المغرب ديما المغرب. ديما موروكو اليوم فزنا فوز كبير الحمد لله على التأهل، وان شاء الله غادي يربحوا النهاية وغاديو الكاس، غاديو الكاس ان شاء الله. مبروك علينا ومبروك علينا ومبروك علينا وليد الركراكي، لا خلي وليداته، لا خلي ديما، تحية للمغرب تحية للمغرب. جيت تفرج في الفرق للمغرب. شكون غايب للمغرب؟ ديما مغرب. انا خويا انتم كتشوفوا انا انسان معاق، وراه انتم راني جاي ندعم المنتخب الوطني ونتفرج، والله يخلي لنا المغرب، والله يخلي لنا ملكنا العزيز. يا علي المنتخب المغربي المربع الذهبي ان شاء الله كنثقوا فيه ان شاء الله، وبيكون غير خير ان شاء الله حتى النهايه.
المنتخب الوطني احنا تنثقوا فيكم. اولا كنشكر هذا الجمهور وكنشكر المواطنين اللي ثقوا فينا وصيفطوا لنا النساء ديالهم للمتابعه هذه المقابله في هذا الجو الرياضي. كنشكرهم بزاف وكنشكر المواطن الفاسي وكنشكروا المنتخب الوطني وليد الركراكي وكنشكروا جلالة الملك محمد السادس الرياضي الاول بالمملكة المغربية. لان هاني المنتخب الوطني اليوم ما كاينش نعاس، كاين غير فرحتهم والفرحتهم والفرحة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.